أخيرا انتهينا من تطبيق إدارة المطاعم وده الأيقون بتاعه. يتكون من الواجبات ومحاسبة المبيعات وطرق الاستعمال وحول التطبيق. وفي الواجبات عندنا الأطباق الرئيسية ووجبات سريعة ومشروبات. وفي الطرف اليمين لشاشة العرض عندنا ليبل لعرض التاريخ والزمن، وعندنا قائمة المبيعات لعرض الطلبات، وعندنا زر لإكمال المعاملة المالية وطباعة الماركة، وزر لتغيير سعر الطلب، وزر لمضاعفة الطلب، وبرضه في زر لمسح الطلب. في الآخر في زر لإلغاء المعاملة المالية. وعندنا آلة حاسبة في الوجبات. الأطباق الرئيسية عندنا كل الوجبات الأساسية في المطعم. لو قررت الضغط على الطلب هيزيد العدد ويضاعف السعر. هنختار كل العناصر حسة وهنطلب كل حاجة. في الوجبات السريعة عندنا كل العناصر من السندوتشات والفطائر. وأخيرا عندنا المشروبات، فيها المشروبات الغازية والعصائر. لو وصلنا الضغط على الطلب هيزيد العدد في كل مرة. لو أردنا تغيير سعر عنصر هنكتب السعر الجديد، هنختار العنصر، بعديها هنضغط على زر تغيير السعر. لمضاعفة عنصر هنختار العنصر المغطى ضيفه وضغط على زر مضاعفة العنصر. ولمسح عنصر هنختار العنصر مراد مسح وضغط على زر مسح العنصر. في حالة انه العنصر مضاعف هيقوم بتنغيص العدد والسعر الى ان يصل العنصر الى السعر الاساسي ثم يختفي العنصر. كده هيكون انتهينا من الوجبات. في محاسبة المبيعات عندنا مبيعات اليوم وجميع المبيعات. عندنا في يسار الشاشة ليبل لعرض العمليات المالية، وفي يمين الشاشة زر لإيصال جميع مبيعات اليوم، وزر لإجراء محاسبة مالية لجميع مبيعات اليوم. لو ضغطنا على زر إظهار جميع مبيعات اليوم هيظهر في يسار الشاشة جميع مبيعات اليوم مرتبة حسب زمن الطلب. وفي زر لحفظ المعاملات المالية.
لو ضغطنا على زر إجراء محاسبة مالية هيقوم بجمع العناصر حسب الطلب وإجراء محاسبة مالية لجميع المبيعات بتاعت اليوم، ويمكن حفظ المحاسبة المالية في صيغة تكست. ويمكن تبعت المحاسبة المالية بطابعة الكاشير وفي جميع المبيعات. يمكن إظهار المبيعات حسب التاريخ أو إظهار جميع المبيعات. لإظهار المبيعات حسب التاريخ نختار تاريخ البداية ثم تاريخ النهاية، ثم الضغط على الزر إظهار المبيعات حسب التاريخ، وهيقوم بإظهار المبيعات المحددة في التاريخ. ويمكن إجراء محاسبة مالية لجميع المبيعات المحددة حسب التاريخ. وفي خيار حفظ الحسابات، وخيار طباعة الحسابات. لو ضغطنا على الزر إظهار جميع المبيعات هيقوم بإظهار جميع المبيعات من بداية المطعم لغاية تاريخ اليوم. إجمالي الكاش المبالغ فيه كان بسبب إنه فيه عنصر سعره مبالغ فيه. وفي خيار حفظ الحسابات وطباعة الحسابات. لو ضغطنا على الزر إجراء محاسبة مبيعات هيقوم بإجراء محاسبة مبيعات لجميع المبيعات. لو ضغطنا على زر حفظ الحسابات وحددنا مكان الحفظ هيقوم بحفظ المعاملات المالية في صيغة تكست. وفي خيار طباعة المحاسبة المالية بطابعة الكاشير. في قسم طريقة الاستعمال في شرح طريقة استعمال التطبيق. وفي قسم حول التطبيق فيه شرح لأهداف التطبيق.